ماتش صعب جدا، لان الدحيل فرقه كويسه، عندهم محترفين مميزين جدا. انا في رايي ان الاهلي وقع في اصعب اوبشن كان ممكن يبقى موجود معاه، ما بين تايجرز المكسيكي واولسن هونداي الكوري. لكن الاهلي لو في يومه يقدر ان هو يعمل ماتش كويس. انا بقول ان دايما الفرق العربيه اللي بيفرق ما بينهم بشكل اكبر مستوى المحترفين، وانت عارف طبعا ان في قطر في بادجت كبيره جدا للمحترفين. يعني بتتكلم مثلا لو اجاييه هنا مثلا بياخد 700 الف دولار او بياخد مليون دولار مثلا علي معلول، هناك بتتكلم في اقل محترف بياخد 4.5 5، فاوتوماتيكلي الليفل اعلى بكتير، بتتكلم ان ليفل اعلى بكتير. لكن ماتش رغم ان الدحيل فنيا عاليين، انا بقول 50 50 ان الاهلي عنده فرصه متكافئه، ان هو لو لعبوا بنظام كويس وكانوا منظمين بشكل كويس، وموسيماني كان عنده جيم بلان كويس، الاهلي يقدر يعدي. حازم، يعني الاهلي كمان عنده بايرن ميونخ لو كسب. خلينا ناخد خطوه بخطوه. يعني عنده اول ماتش الدحيل فرقه قويه دعمت بعلي كريمي نص ملعب نادي قطر، مهدي بن عطيه لاعب نادي يوفنتوس السابق، لعيب سيرد باك قوي طبعا من خبرات كبيره جدا، بيطلع في الكره العاليه، لعيب قائد من ورا، عندهم لعيب برازيلي قوي، عندهم مهاجم من كينيا قوي جدا جدا لسه جايبينه، بلس اللعيبه اللي موجوده في الدوري القطري. ماتش صعب لكن طبعا مش مستحيل، شفنا السنه اللي فاتت كاس العالم او كاس العالم اللي فات الترجي بيكسب السد على الورق كان فرقه قويه جدا، كسب 5 تقريبا الترجي او 6، فحسب الماتش وحسب حاله اللعيبه في الماتش يا سيدي. لكن ماتش قوي، ماتش فيه لعب طبعا قوي، لكن ما فيش جمهور، ودي طبعا مع ان لو كان فيه جمهور كان في صالح الاهلي على فكره مش في صالح الدحيل. صح. يعني كان المصريين هناك كتير جدا وكان هتلاقي الملعب متقفل، لكن انا شايف ماتش الاهلي لازم يركز يشتغل على النواقص اللي باينه عنده في الدوري المصري، تركيزه بقى مين هيلعب مهاجم، ما يقعدش يغير كتير في التشكيلات، لازم يكون حدد هو رايح يلعب بمين ويلعب ايه، هيلعب زون ولا هيلعب كاونت ولا هيلعب ضاغط، لان الحاجات دي هي اللي مخليه الاهلي في الدوري شكله محدش. يعني الماتش الاخير لخبط قوي الشكل، ماتش البنك الاهلي بيلعب فجاه من غير عندك الاهلي جايب لك لسه بواليا، وعندك محمد شريف جايب لك كل ماتش كل جون كل ماتش جون، قاعد اتنين بره. فليه انا دايما بقول ما بلاش التاليف، يعني انت ماشي وماشي الدنيا كويسه، ليه نالف وليه نتكلم وليه نوقف العجله؟ فالماتشات دي مش مستحمله، انت هتلعب ماتش لو خسرت تطلع بره على طول، فلازم تلعب صح الاحسن 11 بالشكل والاستراتيجي انت عايز تلعب بيها تلعب بيهم، ما تقعدش تقول بقى ايه طب الشوط الثاني الشوط الثالث مش عارف ايه، لا خليك مركز انك تلعب ماتش كويس ونشوف ان شاء الله يبقى فرصة.